الله عليه وسلم عابدت جهدت يا رسول الله يبارك الله إننا فريا كارن من دار النبي عاصم يا الله من دار رسول صلى الله عليه وسلم ورد الحديث عن ذلك فري تجدر تيو الله عند رسول برد الله من مارك ترى لك تسعة جزمك جمر الله في عجوا في تير خمر لا كنابين معلقة بالأرش أنا الله سبحانه وتعالى